طيب في دواء اسمه الكولينرجيك وفي دواء اسمه الانتي كولينرجيك. الكولينرجيك ده هو ايه؟ الادويه اللي هي اسمها الكولينرجيك دي مجموعه من الادويه دي بتشتغل. احنا عندنا في نوعين عضلات في الجسم او نوعين من العضلات في الجسم. في عضلات اسمها العضلات الاراديه اللي انا بحركها بمزاجي، زي ايدي رجلي الحنجره دي، انا اللي بتحكم في الحركه بتاعتها وانا اللي بشغلها وانا اللي بوقفها. وفي عضلات لا إرادية أنا ماليش سلطان عليها، زي إيه؟ عضلة القلب، عضلة المعدة، العضلة بتاعة الرئة، دي أنا ماليش أي سلطان عليها إنها شغالة أو فهي بتشتغل أوتوماتيك لوحدها بدون أي تدخل مني. الدواء اللي بيشتغل على العضلات الإرادية اللي أنا اللا إرادية اللي أنا ماليش سلطان عليها، ما بشغلهاش، هي بتشتغل لوحدها، اسمه كولينرجيك دراج. فلما يكون مريض عنده أزمة، لو أنا اديته الكولينرجيك دراج ده بيأثر على العضلات بتاعة الرئة، فبيخلي الأزمة تزيد. أزمة تزيد. لو أنا عايز أعالجه أو أنهيله موضوع الأزمة ده، يبقى اديله أنتي كولينرجيك. طب مين الأدوية اللي بتشتغل على العضلات اللا إرادية؟ الإرادية، قصدي اللي أنا بحركها بمزاجي، مين الأدوية اللي بتشتغل على العضلات الإرادية اللي أنا بحركها بمزاجي؟ حد عارفها يا جماعة؟ الأدوية بتاعت العضلات اللي هي بتشتغل الإرادية اسمها الأسيتيل كولين، أو اللي هو اسمها الأسيتيل كولين. بيجي سؤال كده في الامتحان يقول لك مريض رقبته وجعته، نام الصبح صحي لا رقبته بتوجعه، ورقبته فيها تنشن او فيها إيه، او بقت يعني العضله بتاعته تنشنت او حصل لها تنشن، ايه الدواء اللي يشتغل عشان يفك الرقبه ويفك الضغط اللي في الرقبه ده؟ اسمه السيسيناي كولين، ادويه اسمها السيسيناي كولين، مجموعه السيسيناي كولين دي اللي بتشتغل على العضلات الاراديه. يبقى اللي بيشتغل على العضلات اللا اراديه هو كولينرجيك دراج. عشان كده كنا بنقول مثلا دواء زي الاتروبين ده بيعمل جفاف في الفم. ليه؟ لانه بيشتغل على العضلات اللي هي بتاعه الغدد اللعابيه، اللي هي المفروض عضلات تكون عضلات لا اراديه. الهيموفيليا، احنا قلنا المريض بتاع الهيموفيليا ده ما ينفعش نديله انترابينس. ليه؟ لان ده مريض عنده سرعه في النسب او عنده نزيف داخلي. احنا عندنا العضلات منها يا اما عضلات اراديه انا اللي بحركها بمزاجي، انا اللي بتحكم فيها زي عضلات ايدي، عضلات رجلي، العضلات دي، يا اما عضلات لا اراديه ماليش اي سلطان عليها وماليش اي تدخل عليها، زي عضله الرئه، عضله القلب، عضله المعده، العضلات دي كلها. اللي بيشتغل على العضلات دي اللي هو الكولينرجيك دراج. اللي بيشتغل على العضلات اللي انا ماليش اللي انا بحركها بمزاجي، زي عضلات ايدي، رجلي، رقبتي، ده اسمه سيناي الكولين، ده اسمه سيناي الكولين. الهيموفيليا قلنا ما بندهمش الانترافينس، بنديهم انترا. طب مين الناس اللي عكسهم؟ في ناس نديهم انترافينس او نديهم انفيريور الفولار، ما نديهمش انترا ليجامنتري. الاندوكارديتس الانفكت اللي هم عندهم الانفكت باندوكاردايتس. الهيموفيليا ايه والهيموفيليا بي؟ دي قلنا يا جماعه دي ليها طريقتين، لو قبل ما المريض ابتدي له علاج او قبل ما المريض اشتغل له، ده بدي له حاجه بروفلاكتيك، حاجه تمنعه، حاجه تخلي الموضوع ما يحصلش، ان احنا ندي له البلازما او ندي له الفاكتور اللي ناقصه. لو هيموفيليا ايه ادي له الفاكتور رقم 8، هيموفيليا بي ادي له الفاكتور رقم 9. لكن حصل المريض ما قاليش، حصل مضاعفات، خلاص بعد الخلع ولقيت نزيف، يبقى ادي له حاجه تتعامل مع الوضع الراهن، اللي هي حاجه توقف النزيف، زي ايه؟ الديزموبريسين او اللي هم بيقولوا عليه الامينو الذكية اللي هي بتبقى الانتي فايبرينوليتيك، اللي هي بتوقف الجلطه او بتوقف بتعمل توقيف للجلطه. الكلاستر هيديك ده اللي قلنا الهيديك، احنا قلنا عندنا فيه اربع انواع من الصداع. لو جه في نص الوجه ده اسمه المايجرين، الصداع النصفي. لو جه حوالين عين واحده ده اسمه الكلاستر هيديك. لو جه في مقدمه الجبهه ده الصداع اللي بيجي من الهايبر تنشن، من الضغط العالي. لو جه في الخلف او في الراس من ورا ده الصداع بتاع الهايبوتنشن.
المريض بتاع الكلاستر هيدك ده بيتعالج بايه؟ بياخد 100% اكسجين، الموضوع بيختفي معاه، بياخد 100% اكسجين الموضوع بيختفي او بيتحسن معاه. بيقول لك الفيتال، يعني ايه الحاجه اللي ممكن تكون قاتله او تسبب ان هي تموت العيان لو خلطناها مع الناركوتيك؟ الناركوتيك دول احنا قلنا انواع المسكنات، عندنا في نوعين من المسكنات، في مسكنات اسمها المسكنات الافيونيه، ودي اللي بتتاخد في الحاجات الشديده اللي هي بتستخلص من الافيون اللي هي الاوبيويد، زي النالوفين مثلا، في حقنه بتاخدها الستات ساعه الولاده وساعه الطلع عشان يتحملوا الالام بتاعه الولاده، دي بتبقى حقن افيون او حقن مورفين اللي هي المسكنات الاوبيويد. احنا كاسنان مالناش دعوه بالاوبيويد، احنا بنستخدم النون اوبيويد اللي هي بقى زي البروفين والاسيتامينوفين والحاجات دي، مالناش علاقه بالمسكنات الافيونيه قوي، لانها الالم بتاع الاسنان مهما وصل مش هيحتاج المسكنات دي. فبيقول لك ايه الحاجه اللي لو انت خلطتها مع المسكنات الافيونيه دي ممكن تبقى قاتله؟ الانتي ديبريسنت اللي هي ادويه الاكتئاب او الادويه بتاعت التوتر والقلق والاكتئاب، او الادويه مجموعه ادويه بيسموها الام او اي اللي هي المونو امين اوكسيديز انهبيتور. المفروض في دواء اسمه البايفوسفينيت، ده بيجي في الاسئله كتير. الدواء ده برضو ده بيعالج هشاشه العظام. المريض لو انا خلعت له وهو بياخد الدواء ده بيحصل له حاجه اسمها اوستيو راديو نيكروزيس. فالمفروض حتى لو المريض السن بتاعه ده مش هينفع يتعمل علاج اعصاب، اعمله له برضه علاج اعصاب. حتى لو السن قال لك نون ريستورابل، اعمل له برضه علاج اعصاب، لان بيبقى كونترا انديكيشن ان احنا نخلع للمريض اللي بياخد العلاج ده. النيفاديبين، النيفاديبين ده كان دواء بتاع ايه؟ اللي احنا خدناه في البريو بيعمل حاجه معينه، دواء بتاع ايه؟ بيعالج ايه؟ او هو دواء بتاع ايه النيفاديبين؟ الهايبرتنشن اللي هو بيشتغل على الكالسيوم شانل بلوكر، بيشتغل على اللي هي الحلقات بتاعت الكالسيوم، فبيعمل تظبيط، او المفروض ان هو بيشتغل شويه على القلب، يعني بيقلل الضغط عن طريق ان هو بيشتغل على القلب او على عضله القلب. فالمفروض ان الدواء ده من الاثار الجانبيه بتاعته ان هو بينفخ اللثه، بيكبر اللثه، بيعمل جنجيفال هايبربلاجيا. المفروض الادويه دي اللي هي الدلتزام والفيرمابيل والاسرابيدين دول البدائل بتاعته عشان ما يحصلش مشكله، او ما يحصلش مشكله. بيتا بلوكر، لا، الكالسيوم تشانل، النيفاديبين ده كالسيوم تشانل بلوكر مش بيتا بلوك، كالسيوم تشانل بلوكر. ركزوا بقى في النقطه بتاعه الماركر بتاعه الفيروس بي عشان بتيجي في الاسئله كتير، وفهموها زي ما انا بقولها لكم كده عشان ما تحفظوش كتير. لما يقول لك ان المريض عنده انتيجين، انتيجين يعني عنده الفيروس، يبقى كده المريض ده مصاب. لما يقول لك المريض عنده انتي بودي، انتي بودي يعني اجسام مضاده، يبقى المريض ده يا اما خد اللقاح او خد التطعيم او خد الفاكسين او كان عنده المرض وشفى منه وخلصه وعد منه. فلما يقول لك ان المريض عنده الانتيجين زائد الاميونوجلوبين جي، خليكم فاكرين ان حرف الجي شبه حرف السي، فكده يبقى عنده اصابه بس اصابه مزمنه. لما يقول لك ان هو عنده الانتيجين زائد الاميونوجلوبين ام، يبقى كده عنده اصابه بس اصابه اكيوت. ده لو هو انتيجين، انتيجين يعني عنده البارتيكلز بتاعت الفيروس نفسها. لما عنده انتي بودي اجسام مضاده، يبقى لو عنده الاجسام المضاده فقط يبقى هو خدها على الجهاز من غير ما جسمه يفرز اي مناعه او من غير ما جسمه يشتغل، يبقى هو كده فاكسينيتد اتقطع. لما يبقى عنده الاجسام المضاده زائد اميونوجلوبين، يعني المناعه اشتغلت. المناعه اشتغلت معناها ايه؟ ان هو ده كان مصاب وشفى او خف او عدى من المرض. برضو الماركرز اللي بتيجي كتير، هيجي يقول لك مريض عنده مثلا ال اتش بي اس، الاس اللي هي السيرفيس يعني الانتيجين بتاع السيرفيس، وعنده اميونوجلوبين ام، ده كده عنده ايه؟ اكيوت انفكشن ولا كرونيك انفكشن، ولا عنده ولا خف وشفى، ولا هو ايه؟
الاكتف كارير بقى اللي هو بيسموه الحامل النشط، اللي هو بيبقى عنده شايل البارتكلز او شايل الاجزاء زائد في نشاط او في زياده، اللي هو بيبقى عنده ارتفاع في انزيمات الكبد اللي هي ال ال تي ال ال تي دي اللي هي بيقولوا عليها انزيمات الكبد، اللي هي انزيمات الكبد مرتفعه، ففي نشاط في الكبد، يبقى كده هو عنده المرحله النشطه بتاعه الفيروس. الخلايا بتاعت سي دي 4 دي برضو بتيجي في الاسئله. سي دي 4 دي اللي هي خلايا مناعه، جزء من خلايا المناعه او كاتيجوري من الخلايا بتاعت الليمفوسايت اللي هي الخلايا بتاعت المناعه. لما يكون عددها 500 ده عنده الفيروس بتاع الايدز، لكن لسه ما تحولتش لحاله الايدز. ايه الفرق بين الفيروس الايدز او الاتش اي في والايدز؟ الايدز ده اللي هو باختصار كده اللي هو بيسموه الاكوارد اميونو ديفيشنسي سيندروم، اللي هو مرض نقص المناعه المكتسبه. يبقى ده عنده الفيروس زائد وصلت المناعه عنده الانهار. حتى ساعات بيقولوا ان المرضى بتوع الايدز دول ممكن البرد يموتهم لان المناعه عندهم انهارت، ممكن لو جالهم اي مرض خفيف كده ممكن يموتهم، ممكن يموتوا، المناعه عندهم منهار. الناس اللي عندهم الاتش اي في بيكون عندهم الفيروس نفسه، لكن اللي وصل عندهم الايدز ده مش عندهم بقى الفيروس نفسه، لا ده وصل عندهم المرحله لانهيار تام للمناعه بتاعتهم، المناعه بتاعتهم انهارت او المناعه بتاعتهم بقت منهاره. البيزك يونت اللي هي الوحده الرئيسيه بتاعت اللي هي بتاعت الانفلتريشن او الفلتره بتاعت الدم يعني اللي موجوده في الكدني اللي هي النفرونات. الاسبرين بيعمل كليفت ليب وكليفت بلت. احنا قلنا في دواء تاني بيعمل كليفت ليب وبلت غير الاسبرين، مين هو؟ قلناه تقريبا في الباليوم. مين هو تاني يا جماعه؟ في دواء تاني غير الاسبرين بيعمل كليفت ليب وبلت؟ من الالكوهول والسموكينج، بس ما هو دواء. دواء علاج يعني، قلنا في المحاضرة بتاعت السيرجري اللي هي كانت الجزء كليفت ليب وبلك كان في جدول كده قلنا عليهم. الفينيتون يا جماعة، الفينيتون اللي بيعمل كليفت ليب وبلك اللي هو الفينيتون مع الأسبرين، يبقى كده في ثلاث حاجات بتعمل كليفت ليب وبلك: التدخين، الكحول، الاسبرين، الفينيتون. المضاد الحيوي اللي بيبقى امن مع الناس اللي عندهم ربو الاريثرومايسين. طيب ركزوا برضو في النقطه دي، احنا عندنا كرات دم بيضاء وكرات دم حمراء. كرات الدم الحمراء بيبقى ليها حجم معين اللي هو حوالي 80 ل 100، الحجم بتاع اللي هم بيسموها الكوربسكولار فوليوم اللي هي الام سي في، المين كوربسكولار فوليوم اللي هو الام سي في، الحجم بتاعها المفروض من 80 ل 100، المفروض الحجم بتاع المين كوربسكولار فوليوم بتاع الار بي سيز من 80 ل 100. لو المريض حصل له حاجه معينه زي مثلا الاير ديفيشنسي انيميا اللي هي انيميا الحديد، او الثلاسيميا اللي هي انيميا القمح المتوسط، بيقل الحجم بتاع كره الدم الحمراء، فبيكون عنده ديكريس في المين كوربسكولار فوليوم. لو المريض عنده البرينيشيس انيميا او الفوليت انيميا او الهايبوثايرويديزم بيحصل عنده زياده في حجم كرات الدم الحمراء، فبيكون عنده انكريز للمين كورباسكولار فوليوم، وبتيجي في الاسئله كتير برضه. الميديكيشن اللي احنا قلنا عليها الادويه اللي بتسبب جنجيفال انلارجمنت، النيفاديبين والفينيتون، الفينيتون اللي هو انتي كونفولشن. طب في دواء غير النيفاديبين والفينيتون، مين هو؟ في دواء كده ناقص، سايكلوسبورين. سايكلوسبورين اللي هي ادويه المناعه اللي بياخدوها الناس اللي هينقلوا اعضاء او هيعملوا نقل الاعضاء. الاتروفيك جلوسايتس اللي هي جلوسايتس، اي حاجه يقول لك جلوسايتس معناها حاجه ليها علاقه باللسان، كلمه جلوسايتس يعني حاجه ليها علاقه باللسان او حاجه بتتكرر مع اللسان او ليها علاقه باللسان، فيقول لك اتروفيك جلوسايتس يعني اللسان تاكل او حصل له تاكل او الفليفور او تاكل.
طب ايه المرض لما يزيد الفيليفورم، لما الفيليفورم بابيلي تزيد، ايه اسم المرض او ايه اسم الليجن لما تزيد الفيليفورم بابيلي، ايه اسم الليجن؟ اللي احنا قلنا عليها امبارح، اسم الليجن لما تزيد البابيلي بتاعت الفيليفورم. تمام، اللي هي الهيري فانج، اللي بيقولوا عليها الهيري فانج، ان الفيليفورم بابيلي تكتسب صبغات او تقعد عليها الصبغات او تشفط الصبغات، فيظهر اللسان كأنه في زي الشعر، بيبقى مشعر كده، بيبقى الهيريتان. الرينال داليسيس ده اللي هو الناس اللي هي بتغسل الكلى، عندهم مشكلة في الكلى وبتغسل الكلى. بقول لك المفروض اجيب المريض يعمل الاسنان امتى، يعمل علاج الاسنان. هم دايما دول الناس بيغسلوا 3 ايام في اليوم، فاحنا بنشتغل اليوم العكسي اللي هم بيغسلوا فيه. يعني مثلا يعني اللي هو المريض ده بيغسل حد وثلاث وخميس، يبقى انا اشتغل له في الاسنان سبت واثنين واربع وهكذا. المريض اللي هو الديابيتس اللي هو عنده السكر، احنا قلنا السكر ده بيتعالج بطريقتين، لو المريض فايق او واعي بديله حاجه مسكره في فمه اللي هو بياخد جلوكوز. طب لو المريض فقد الوعي او مش فايق بديله انترافينوس 1 مللي جلوكاجون، 1 مللي جلوكاجون انترا فينوس او انترا ماسكولار، انترا فينوس او انترا ماسكولار. اللوكيميا اللي هو السرطان بتاع الدم، السرطان بتاع الدم ده بيأثر على كل المنتجات بتاعة الدم، يعني كرات الدم الحمراء بتتأثر فتلاقي المريض عنده نزيف، كرات الدم البيضاء بتتأثر فتلاقي المريض عنده انفكشن وفي مشكلة في الهيلينج، والصفائح الدموية بتتأثر فتلاقي المريض عنده مشكلة بينزف كتير وبيحصل له نزيف كتير، بتلاقي كل الحاجات بتتأثر عنده أو كل المنتجات بتاعة الدم بتتأثر عنده. مفروض الوايت بلاد سيلز، كرات الدم البيضاء، عشان اقدر اعمل عمليه جراحيه ما تقلش عن كام؟ ما تقلش عن 2000. طب امال هي المفروض في الطبيعي كام؟ هي المفروض بتتراوح من 4000 ل 11000، من 4000 ل 11000. البليتلت اللي هو عدد الصفائح الدمويه بيبقى من 150 ل 400000. طب ايه اسم المرض او ايه اسم الليجن او ايه اسم الحاجه اللي بيقل فيها عدد الصفائح الدموية؟ سايكل سيل. الايه؟ سايكل سيل. سايكل سيل؟ ثرومبوسيتوبينيا قصدك؟ ما فاهم كده، ثرومبوسيتوبينيا؟ تمام. ايه؟ ثرومبوسيتوبينيا، اسمها ثرومبوسيتوبينيا. طيب احنا عندنا في 2 اغماء بيحصل مع الانستيزيا، وركزوا في النقطه دي عشان بتيجي لخبطه فيها في السيناريوهات كتير. لو قال لك المريض قبل ما تديله البنج اغمى عليه، وقع فقد الوعي، اول لما شاف الحقنه طب وقع، يبقى ده كده ملوش دعوه بالتوكسيستي، ده ليه دعوه بحاجه اسمها الفازوفيجال اتاك، ان المريض فيه ذكرى سيئه موجوده في راسه او في حد مخوفه من ابره البنج بتاعت عياده دكتور الاسنان، فاول لما دخل وشافها اشتغلت الذكريات دي، فالجسم قام عامل رد فعل ان هو كانه بيعمل شوت داون للجسم كده، زي الكمبيوتر لما بيعمل شوت داون عشان يحافظ على نفسه، هي نفس الفكره بالظبط كده، بيعمل شوت داون عشان يوقف المشكله اللي بتحصل. لكن لو قال لك المريض خد الانستيزيا وبعد كده بعد 4 دقائق 5 دقائق ابتدى يحصل له رعشات في جسمه وابتدى يتهته في الكلام ويحصل له تشنجات، لا دي كده توكسيستي، دي كده توكسيستي. خدوا بالكم النقطه دي عشان بتيجي في سيناريوهات كتير. لو قبل ما المريض ياخد البنج اصلا، قبل ما احقن اصلا البنج او قبل ما احقن السوليوشن، دي فازوفيجال اتاك. لو بعد ما المريض او بعد ما المريض عمل او خد البنج، يبقى دي كده التوكسيستي او حصل له توكسيستي. البيتا بلوكر ما بنديهمش مع الناس اللي بياخدوا الابنفرين، لان بيزود الضغط وبيزود الرعشات بتاعه القلب والرفرفه بتاعه القلب.
الجلوسو فارينجيال نورالجيا. خدوا بالكم عشان السؤال ده برضه لسه جاي في امتحان قريب والناس قعدت تتخانق عليه. لو جاب مشكله في نص الوجه والزور والغدد والاذن، زائد ان وقال ان المريض مش قادر يحرك فكه او فكه ما بيتحركش او في مشكله في حركه الفك، لو قال كده مع قال الحاجات دي مع مشكله في حركه الفك، يبقى دي حاجه اسمها الايجل سيندروم. يبقى دي حاجه اسمها الايجل سيندروم اللي هي المشكله اللي بتصيب الستايلومانديبولار ليجامنت، الليجامنت او الاربطه بتاعه المانديبول. لكن لو قال كده بس من غير ما يذكر اي حاجه او اي تاثير على الحركه بتاعه الفك، او ما جابش اي تاثير لحركه الفك، يبقى ده كده الجلوسوفارينجيال نورالجيا. الجلوسوفارينجيال نورالجيا احنا قلنا الثيرويد جلاند اللي هي الغده الدرقيه دي اللي مسؤوله عن انتاج الثيرويد الثيروكسين، اللي هو بيعمل تنظيم او بيظبط عمليه التنظيم بتاعه الحرق بتاع الجسم، اللي هو زي ما ايه قلنا امبارح كده، مريض لو بياكل كتير وعنده زياده في انتاج الغده الدرقيه تلاقيه بيظهر رفيع، وعلى العكس لو مريض ما بياكلش خالص وعنده خمل او خمول في الغده الدرقيه تلاقيه بيظهر تو. فالهايبر ثايرويديزم معناها نشاط زايد، النشاط بتاع الغده الدرقيه زايد. النشاط بتاع الغده الدرقيه زايد ده بيقولوا عليه، كانوا بيسموه مرض الجويتر اللي هو الجحوز، بيقولوا عليه الجحوز او الجويتر، أو ان هو عينيه تخرج لبره، يبقى عنده اكزوفسالموزيس، او بيقولوا عليه بين قوسين الجرافز ديزيز. الباراثيرويد بقى اللي هي الغده الجار الدرقيه دي اللي مسؤوله عن ان هي تنظم نسبه الكالسيوم في الدم، تنظم نسبه الكالسيوم في الدم. فلو هي نشاطها قليل يبقى في زياده في نسبه الكالسيوم في الدم، لو نشاطها كبير معناها ان هي بتفضل تطرد او تمص او تطلع كالسيوم كتير من العظم عشان ترفع نسبته في الدم، فتلاقي العظم بيظهر بالجراوند جلاس شبه لوح الازاز. مين تاني كان بيعمل شكل الجراوند جلاس ابيرنس ده؟ في حاجه تانيه كانت بتعمل شبه الجراوند جلاس ابيرنس؟ في مرض تاني كان بيعمل شبه الجراوند جلاس ابيرنس ده، هو مين؟ او حاجه تانيه؟ فايبرس ديسبلاجيا اللي كان بيعمل زايد او بيزود كان الفايبرس ديسبلاجيا. الام ار او ان جي دي اللي هي ليها علاقه، الاوستيوبروزيس اللي ليها علاقه بالدواء اللي احنا قلنا عليه اللي هو البايفوسفينيت، اللي هو بينظم عمليه او بينظم الموضوع بتاع هشاشه العظام. لو انا المريض عنده ولا في الم ولا في نكروزز، في ساينس تراكت بس، يبقى هنديله ماوس ووش هياخد مضمضه. لو عنده مفيش الم لكن العظم متعفن هديله ماوس ووش واعمل له فولو اب. لو في الم والعظم تعفن يبقى ماوس ووش ومضمضه ومضاد حيوي، واعمل كحت للمكان ده او ديبرايدمنت للمكان ده. لو العظم اللي هي ستيج 3 العظم بقى نيكروتيك وفي فراكشر يعني العظم انكسر وفي فيسيولا، يبقى ماوس ووش ومضاد حيوي وديبرايدمنت ان احنا ننظف المكان ده. وخدوا بالكم البتاعه دي عشان بتيجي كتير جدا، بقى لها فتره بتيجي كتير جدا. اي حاجه تلاقوا اخرها كلمه بريل، كابتوبريل، ايسينوبريل، اي حاجه، ليزوبريل، اي حاجه اخرها كلمه بريل يعني معناها ادويه بتعالج الضغط. زي كده اي حاجه اخرها كلمه زون معناها كورتيزون، اي حاجه اخرها كلمه زول يعني انتي فانجل، اي حاجه اخرها كلمه بريل يعني بتعالج الضغط. طيب بقول لك لو في مريض عنده انفكتيف اندوكاردايتس ومش هيعرف يبلع اقراص نعمل له ايه؟ نديله ابر، بنديله 1 جرام 2 جرام امبسيلين انترا ماسكولار، 2 جرام امبسيلين انترا ماسكولار. الانجينا بلوزه هيموراجيكا دي بتيجي كتير قوي في الاسئله، وبتيجي كصور، بتيجي على اي صوره؟ هيجيب لك حد كده موجود في البلد بتاعه في قاعات حمراء كده، موجود في قاعات حمراء جنب بعض كده، في قاعات حمراء جنب بعض. دي بتيجي من ايه؟ الناس اللي هم بيستخدموا البخاخ بتاع علاج الربو،
البخاخ ده بيبقى فيه كورتيزون فبيعمل مشكله في المناعه في النقطه دي، فبيظهر النقط الحمراء دي، ودي بتيجي في الاسئله كتير برضه. الاريستروميتس كانديدا دي زي الكانديدا اللي هي البيضه بس دي حمراء، دي زي الكانديدا البيضه بس دي حمراء، دي بتيجي في اللسان ولسانه يبقى محمر خالص او في احمرار في اللسان بتاعه. الانجينا بلوزا هيموراجيكا، الانجينا بلوزا هيموراجيكا دي عباره عن نقط كده فقاعات حمراء او نقط حمراء موجوده في البلد، بتبقى زي الكتل الحمراء كده موجوده في البلد، دي بتيجي من استخدام الانهيلر اللي هو البخاخ بتاع الفم اللي هم بيستخدموه، الناس اللي هم بيبقى عندهم مشكله في الربو ومشكله في ضيق التنفس والحاجات دي بيستخدموا بخاخ كده وبيعملوا بخاخ كده موجود في بيبقى بيستخدموه في الفم او بيعملوه في الفم، فهي اللي بتعمل النقط الحمراء دي، وبيبقى عنده برضه مشكله في المناعه لان البخاخ ده بيبقى عباره عن كورتيزون، برضه ممكن نلاقي جنب حوالين النقط الحمراء دي في كانديدا كمان بتطلع او في كانديدا بتظهر عنده، لانه بيبقى البخاخ ده عباره عن كورتيزون، عباره عن كورتيزون. النكروتايزنج فاشيتس اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي بتيجي مع التعفن اللي بيحصل في المناطق العميقه الفاشيه اللي هي المناطق العميقه اللي تحت الجلد اللي بتبقى رابطه ما بين الجلد والعضلات اللي تحتيه، فبيحصل فيها تعفن ودي نتيجه السكر الالتئام بتاعه بتاع الجرح بيبقى مش كويس، ممكن توصل للغرغرينا اللي هي الجنجرين، ان احنا ممكن نوصل ان احنا بقى نقطع له رجله ونقطع له الطرف بتاعه. الدواء اللي بيعمل سودو ممبرينس كولايتس يعني بيعمل التهاب في جدران المعدة اللي هو الكليندا مايسين. الهيبارين، الناس اللي بتاخد هيبارين المفروض نوقفه يوم قبل الخلع. الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي بتقلل الميكروباسكولار فوليوم اللي هو بتقلل حجم كرات الدم الحمراء او بيقلل الحجم بتاع كرات الدم الحمراء اللي هي الاير ديفيشنسي انيميا والثلاسيميا، انيميا الحديد وانيميا البحر المتوسط. البليدنج في اللوكيميا بيبقى بسبب ايه؟ لان احنا قلنا عنده عدد البليتلت او عدد الصفائح الدمويه قليل. كلمه يعني نفي، يعني نو. جرانيولوسيتوزيس يعني ما عندوش جرانيولوسيتوزيس. جرانيولوسيتوزيس اللي هي مين؟ اللي هي الخلايا بتاعت المناعه اللي هي بيبقى فيها جرانيول، اللي هي زي مين؟ زي مثلا النيتروفيل والايزينوفيل والبيزوفيل. فلما تقل النيتروفيلز يتصاب المريض بالعدوى او يحصل له مشكله في الانفكشن. شريمب تيست ده بيجي برضه في الاسئله كتير، ده اللي بنكتشف بيه المريض عنده جوجرين سندروم ولا لا. بنخلي المريض نحط له كده بتاع هنا كده عند عينيه وشوفه هيدمع ولا لو دمع 10 مللي من الدموع في 5 دقائق يبقى ده مريض طبيعي، لو دمع اقل من 5 مللي في 5 دقائق انا حطيت له عند القنوات الدمعيه كده وخليته يدمع وينزل دموع واحسبها، لو نزل اقل من 5 مللي في 5 دقائق يبقى كده عنده جيوجرين سيندروم. الاورال ثراش الكانديدا اللي احنا قلنا عليها ايه الريسك فاكتور بتاعها؟ ده زي المريض اللي بياخد البخاخ. ليه؟ لان المريض اللي بياخد البخاخ ده بيبقى البخاخ ده عباره عن كورتيزون، فالكورتيزون بيقلل المناعه، اول لما الكانديدا تلاقي فرصه ان المناعه قلت او المناعه انهارت بتهجم على طول وتعمل التاثير بتاعها. التي بي اللي هو بيسموه مرض السل اللي هو التبركلوزيس. التبركلوزيس ده ايه الحاجات اللي نشوفه بيه او ايه الحاجات اللي نشوفه بيه؟ التستين دول بيجوا كتير، الاسيد باس تيست والسكين تيست، دول اللي بنشوف بيهم التبركلوزيس اللي هو مرض التي بي او مرض السل اللي بيقولوا عليه مرض السل. طيب الاسكاروفولا ده كده مرض معين، لو حد جاب الحليب بتاع الابقار او الحليب بتاع اي حيوان يعني بينتج حليب
وقام شربه من غير ما يعمل له عمليه البسترة اللي هو الغلي، يعني من غير ما يغلي الحليب ده او اللبن ده. المفروض ان اللبن ده بيبقى نازل في بكتيريا وفي ميكروبات وفي حاجات موجوده حوالين الضرع بتاع الحيوان اللي بينزل اللبن، فلو جابه وشربه على طول من غير ما يبستروا او يعملوا عمليه بسترة او يغليه يعني بمعنى ادق، يشربوا بالبكتيريا بتاعته، يجيب له التهابات في كل المناطق اللي هيمشي فيها الحليب ده، اللي هو زوره، الغدد الليمفاوية، التونسلز، وهكذا. الدينشر ستوماتايتس دي اللي بتيجي مع مريض مش لابس او بيلبس الطقم 24 ساعة ما بيخلعهوش، بتلاقي في حاجات بيضة كده ظهرت تحت الطقم، والعلاج بتاعها ان احنا بنظبط الطقم ونديله انتي فانجل. المايوكارديال انفاركشن اللي هو ضعف عضلات القلب او الضعف بتاع عضلات القلب. الضعف بتاع عضلات القلب ده ايه الحاجات اللي ممكن تزود الخطوره بتاعته؟ الدايابيتس. الدايابيتس بيزود الاصابه او يزود الاصابه او فرصه الاصابه بضعف عضلات القلب. ركزوا برضو في النقطه بتاعت الاختبارات بتاعت الدم دي عشان مهمه جدا. احنا عندنا النزيف او التجلط بنحسبه بايه؟ بنحسبه بالبروس رومبن تايم اللي هو المفروض بيكون من 10 ل 13 ثانيه، والبارشال ثرومبوبلاستين تايم اللي هو المفروض بيبقى اطول شويه من 25 ل 35 ثانيه، والثرومبين تايم بيكون من 9 ل 13 ثانيه. الثرومبين تايم من 9 ل 13 ثانيه. المفروض المريض اللي عنده الهيموفيليا بيبقى عنده كله طبيعي ما عدا البارشل ثرومبوبلاستين تايم هو اللي زايد. المريض اللي هو عنده الفون وورد لاند، الفون وورد لاند ده مرض وراثي بيصيب الجدران بتاعه الاوعيه الدمويه، بيخليها تنفجر بسهوله او بيخلي انفجار الاوعيه الدمويه تكون سهله او تكون بصوره سهله، فتلاقي عنده برضه البارشل ثرومبوبلاستين تايم زايد لكن عدد الصفائح الدمويه قليل. الفيتامين كي ديفيشنسي بيكون الاثنين زايدين، البارشل ثرومبوبلاستين والبروس رومبن تايم زايدين. الليفر ديزيز بيبقى عنده البروس رومبن تايم زايد وعدد الصفائح الدمويه قليل. الهيرب انجينا ده اللي احنا قلنا عليه امبارح بيسببه الكوكاشي فيروس، ده بيبقى عباره عن قرح، دي القرح الوحيده او القرح الوحيده، والصوره دي بتيجي في الامتحان كتير، دي القرح الوحيده اللي بتيجي في صوت بلد. قرح كل انواع القرح، معظم انواع القرح او الحاجات القرحات البيضاء بتيجي في الارض بلد، دي القرح الوحيده اللي بتيجي في الزور والصوف بلد اللي بيسببها الكوكاشي فيروس. طب احنا قلنا على الكوكاشي فيروس ده بيعمل مرض تاني امبارح، ايه هو؟ ايه المرض اللي بيعمله الكوكاشي غير الهيرب انجينا؟ في مرض قلنا عليه امبارح تاني غير الهيرب انجينا؟ ايه هو يا جماعة؟ في حد عارفه؟ في مرض قلنا عليه امبارح، قلنا الكوكاشي ده بيعمل حاجتين، الهيرب انجينا وحاجة تانية، حد عارفه؟ الهاند فوت ماوس ديزيز، بيعمل الهاند فوت ماوس ديزيز، بيعمل الهاند فوت ماوس ديزيز. الهايبودونشيا ان السن يفقد او السن مش موجود او السن ما يتكونش اكتر اسنان وخلوا بالكم يا جماعه عشان برضو ده بيجيبوا فيه ترتيبات، في ترتيب للامباكشن وفي ترتيب للهايبودونشيا. الترتيب بتاع الهايبودونشيا بيكون ضروس العقل وبعد كده اللور فايف وبعد كده اللور انسايزور وبعد كده الابر انسايزر، قصدي اللور انسايزر وبعد كده الابر انسايزر، ده كده الهايبودونشيا ان الضرس او السن ما يتكونش. الامباكشن بقى بيكون ضروس العقل بعد كده الابر كناين بعد كده اللور فايف. خدوا بالكم من الترتيب بتاع الهايبودونشيا والامباكشن عشان بيجوا كتير. المريض اللي هو في مراحله المتاخره او بيسموها المراحل النهائيه بتاعت الفشل الكلوي بيكون عنده شحوق وعنده بالور يعني لان عنده مشكله في الدم، يكون عنده انفكشن لان عنده مشكله في المناعه، ويكون عنده هايبوبليجيا لان الكالسيوم عمال يطرد وعمال يخرج بره ومفيش حاجه بتعمل له اعاده امتصاص، فبيحصل مشكله في الكالسيوم او
هايبو كالسيفيكيشن، وعنده حصوات موجوده في الكلى، وزائد ان عنده ريحه فمه، ريحه النشاده اللي هي بيسموها ريحه اليوريا او ريحه غاز النشاده. البريدنيزون اللي هو الكورتيزون اللي بيعالج الحاجات المناعيه، الامراض المناعيه اللي عندنا هي مين؟ اللوبس، اللايكن، الاريسيما مالتيفورم، البيمفيداس، البولس ميمبرين بيمفويد، كل الامراض دي بيقولوا عليها الامراض الاوتو اميون، اللي بيعالجها مين؟ الكورتيزون. طيب الادويه عندنا اللي بتعالج ارتفاع ضغط الدم، احنا بنعالج ارتفاع ضغط الدم بثلاث طرق، ازاي؟ يا اما بنعالجه بحاجه اسمها الديوريتيك، الديوريتيك دي اللي هي بيسموها مدرات البول، ان انا عايز الضغط ينزل عند المريض ده، فبعمل له ايه؟ بخليه يخش الحمام كتير، فيطرد املاح كتير، فيخلي الضغط ينزل، فتلاقي الناس اللي هم بياخدوا اللازكس والادويه اللي هي فيها مدرات بول دي تلاقيهم بيخش الحمام كتير جدا عشان يطلع املاح كتير فينزل الضغط. ده بيعمل الاثار الجانبيه بتاعته ان هو بيعمل جفاف في الفم، لانه طبيعي هيقلل السوائل اللي موجوده في الجسم، وعنده لايكينويد رياكشن، عنده حاجات شبيهه باللايكن، عنده ليجن شبيهه باللايكن، هي مش لايكن شبيهه باللايكن. الاي اس سي انهبيتور ده اللي بيشتغل عن طريق ان هو بيعمل عدم اعاده امتصاص للاملاح. الكلى وهي بتطلع الاملاح بيبقى فيه دورتين، بتخرج الاملاح وبعد شويه بتلف الاملاح اللي هي خرجتها دي تاني، تشوف تعمل منها حاجه اسمها اعاده امتصاص. هو بقى بيمنع قصه اعاده الامتصاص، اللي خرج خلاص خرج وما بيرجعش يمتصه تاني، فبيطلع املاح كتيره، فبيخرج املاح كتير فبيقل الضغط. ايه؟ بيكبر الشفه، او بيخلي الشفه تكون كبيره، او بيخلي الشفه تكبر او تبقى ضخمه او بتبقى كبيره، اللي هو بيعمل عمليه الانجيوديما اوف ليب، بيخلي الشفه كبيره او بيكبر. زائد بيعمل برضو لايكينويد رياكشن، زائد بيعمل لايكينويد رياكشن. البيتا بلوكر ده اللي بيشتغل على طول على عضلات القلب، او بيشتغل على العضلات بتاعه القلب، او بيشتغل على جدران الاوعيه الدمويه، ان هو بيعمل فيها فازو دايليتيشن، وبرضه ده بيعمل اللايكينويد رياكشن. يبقى لما يجي يسال ايه المضاعفات او ايه الاثار الجانبيه بتاعت ادويه الضغط، كلها بتعمل لايكينويد رياكشن، حاجات شبيهه باللايكين. الكورونال ارتري اللي هي بيسموها الاورده التاجيه في الاندوكاردايتس، هو في مشكله عضلات القلب، ممكن تسبب ايه؟ ممكن تسبب او تؤدي مشكله في الصمامات بتاعت القلب، تؤدي مشكله في الهارت فالفز او الصمامات بتاعت القلب. السيستميك سكليروزس ده اللي هو بيقولوا عليه التصلب المتعدد، او بيسموها السكيلوديرما، ده عباره عن ترسيب الكولاجين في اماكن كتيره من الجسم. ده يجيب لك مريض جلده لامع، جلده بيبقى فيه لمعه او شايني او بيلمع، الجلد بتاعه بيلمع، زائد ان عنده حاجه اسمها رينويد فينومينا. ايه هي رينويد فينومينا دي؟ في حد عارفها؟ ايه هي الرينويد فينومينا؟ في حد الأطراف تتزرق، الايه؟ الأطراف تتزرق تصير زرقاء. هي الرينويد فينومينا دي ان في حاجه كده معينه، كده خاصيه كده معينه او حاجه معينه، المرضى دول في الاجواء اللي هي البارده، لو اطرافهم بردت الدم على طول ما بيوصلهاش، بيضطروا ان هم يطيروها يقطعوها. فتلاقي المرضى دول في الاجواء اللي هي البرد دي على طول 24 ساعه لازم يكون لابس جوانتي او لابس حاجه في ايديه تحمي ايديه من البرد، لان اول لما طرفه بيحس ان هو برد او حصل له بروده على طول الدم ما بيوصلهوش، واي منطقه الدم ما بيوصلهاش بتعمل غرغرينه او بتعمل جرجرينه، ونضطر في الاخر ان احنا نقطع او احنا نعمل لها برد، فدي بيعمل برضه الرينويد فراون. الراديو ثيرابي اللي هو الناس بتوع الاشعاع اللي بياخدوا الاشعاع اللي هم هيبقى عندهم سرطان، المفروض ان انا ما اخلعش قبل اسبوعين على الاقل، خلص اسيب اسبوعين للخلع قبل ما ابتدي الاشعاع. طب لو كيماوي على الاقل 10 ايام، طب الافضل يكون قد ايه؟ الافضل ان يكون 3 اسابيع. عشان كده برضو لو فيكم حد اشتغل في مستشفيات كبيره ولا حاجه، هتلاقوا الناس اللي هي بتاخد هتبتدي تعمل سرطان او اتحددت ان هي تاخد علاج للسرطان، لازم يقولوا لهم الاول قبل ما تبتدوا العلاج روحوا تابعوا
او اعملوا متابعه مع دكتور بتاع الاسنان. لو عنده، لا عنده عادي، حتى في وسط السرطان يتعامل عادي، عنده حتى لو في وسط اللي هو بيتعالج عادي مفيش مشكله، طالما انت مش هتخلع يبقى مش هتخاف من الاوستيو راديو نيكروزز عادي. ده بالعكس هيجي لك مثلا يقول لك مريض في الجلسات بتاعت الكيماوي وسن وجعه والسن نار ستورابل، يعني انت مش هتستفيد منه بحشو. اقول لك تعمل له حشو ولا تخلعه؟ لا نعمل له روك كمان، حتى لو السن اصلا مش هيبقى مفيد او مش هنستفيد منه. طيب الفرق ما بين البيلس بالسي والرامس هانت سندروم، الرامس هانت هتلاقي جايب لك برضه بيجي كتير قوي البتاع ده، هتلاقي جايب لك مريض عامل وشه كده نص وشه مشلول كده. الفرق ما بين الاثنين ان الرامس هانت سندروم ده بيبقى معاه الفيروس، بيجي معاه الفيروس، بيجي معاه الهربس زوستر، او بيحصل معاه الفيروس او الهربس زوستر. ده اللي هو الشلل بتاع نصف الوجه اللي هو البيلس بالسي او شلل نصف الوجه. التيومر نيكروزيس فاكتور ده بيفرز مع التيومر او مع السرطان، ده بيزود الانسولين ريزيستنس، بيزود المقاومه للانسولين، هتلاقي الانسولين ما بيشتغلش، تلاقي السكر عندهم بيزيد، تلاقي الناس اللي عندهم سرطان معظمهم السكر عندهم عالي او السكر زياده، لان الخلايا ما بتستسيغش الانسولين او ما بتعرفش تستخدم الانسولين. الازمه اللي هو المريض اللي عنده ربو او عنده مشكله في التنفس بيكون عنده ايه؟ ده نتيجة استخدام البخاخ، لما حد يحط بخاخ في الفك بتاعه هتلاقي الفك بيبقى عامل كده أو فيه أو عامل زي الهاي بلاتال فولت أو عامل كده، وعنده زيروستومي، عنده جفاف في الفم وعنده كانديدا. الفيروس بيقعد قد إيه في الفم؟ برضو دي بتيجي في الأسئلة كتير. فيروس الإيدز بيقعد في الغرفة 5 6 أيام. فيروس بي بيقعد في الغرفة من 7 أيام ل6 شهور، عشان كده فيروس بي ده من أخطر الفيروسات اللي موجودة. تي بي أو السل بيقعد من 4 ل6 ساعات، أقل حاجة خالص. الأدوية اللي بتتعارض، وخلوا بالكم في جزء برضو بتاع الانتر اكشن ده أو الأدوية المتعارضة ده مهم برضو وبيجي في الأسئلة كتير. السايكلوسبورين بيتعارض مع إيه؟ مع أدوية الكانديدا او ادويه الفطريات اللي هي الفلوكونازول والاريثرومايسين اللي هو المضاد الحيوي. طيب بيقول لك لو في مريض عنده بياخد كورتيزون نعمل له ايه؟ خدوا بالكم بقى يا جماعه كده من النقطه دي وتخيلوها عشان مهمه جدا. مرضى الكورتيزون دول او اللي بياخدوا كورتيزون دول حاجتين او بيتعاملوا تعاملين، في مريض بياخد كورتيزون وهو جسمه اصلا ما بينتجش كورتيزون، في مشكله في الغده الكظريه بتاعته، في مشكله في الادرينال جلاند بتاعته، عنده ادرينال سبريشن ما بتنتجش كورتيزون، فانا لو هعرضه لضغط اكتر من لازم زي الخلع يبقى لازم ادبل له الجرعه، لازم اديله ضعف الجرعه عشان جسمه يقدر يواكب الضغط اللي واقع عليه، لان هو اصلا ما بيطلعش كورتيزون، فلازم اديله اكبر من الكميه اللي هو متعود عليها او الكميه اللي هو بياخدها، فلازم ادبل الجرعه. لكن لو قال لك مريض بياخد كورتيزون عشان عنده مرض معين، هو مش عشان عنده ادرينال سبريشن، لا هو عنده مرض معين، عنده مثلا مشكله في حاجه معينه، في اي مرض زي الامراض المناعيه اللي احنا قلناها، بياخد جرعه قليله، بياخد 20 مللي جرام، بياخد 30 مللي جرام يوميا، لا ده ما نعملوش حاجه، ما ندي نفس الجرعه. لكن لو قال لك بياخد 100 مللي جرام هو اصلا ما عندوش كورتيزون، عنده الغده الكظريه ما بتطلعش كورتيزون، يبقى لازم ندبل له الجرعه، ادي له الجرعه في 2 او اضرب له الجرعه في 2. الاوسيومالايتس اللي هو الالتهاب بتاع العظم ده بيعمل ريفيرت بين، بيروح لفين؟ بيروح للاذن او بيوصل للاذن. اوسيومالايتس كان الشكل بتاعه في الاشعه بيكون ايه؟ sunlight sunlight ده الاوسيو ساركوما اللي هو السن بريست. كان شكلها ايه يا جماعه الاوسيو مالايتس اللي احنا قلنا عليها؟ كانها عامله زي
زي ما حد يسيب هدوم كده او يسيب لبس في الدولاب فتره طويله، يلاقي اللبس تآكل كده كأن في حاجه اكلته، اللي هي موس الحشره ايتن اللبس او موس ايتن موس ايتن. طب انهي اللي بيظهر موس ايتن، الاكيوت ولا الكرونيك؟ الاكيوت ولا الكرونيك؟ كرونيك كرونيك. اصلا الاكيوت مفيش اي حاجه اكيوت ان هي تظهر على الاشعه. الدايجوكسين ده المرض اللي هو بيعالج الرفرفه او اضطرابات القلب، او اللي بيسموها الاريزميا، اللي هو القلب اضطرابات النبضات بتاعته او الضربات بتاعته ما تبقاش ماشيه بصوره مظبوطه، تتغير. ده بيعمل ايه؟ ده برضو السؤال ده لسه جاي في امتحان قريب، هقول لك السايد افكت بتاعته ايه؟ كان من ضمنها ان هو بيزود السلايفا او بيزود اللعاب، بيعمل هايبر ساليفيشن. الكليندامايسين للناس اللي هم بندي الجرعه من 150 ل 450 مللي جرام، والاطفال بيبقى 20 مللي لكل كيلو جرام. السيكل سيل انيميا اللي هي انيميا الدم المنجليه، دول المفروض ياخدوا انتي بيوتيك قبل الخلع او قبل الجراحه، ياخدوا بروفلاكتيك انتي بيوتيك. ريباوند فينومينا يعني ايه؟ ريباوند فينومينا يعني المفروض مثلا المريض مثلا انا واصف له ان هو ياخد مضاد حيوي مثلا لمده 10 ايام مثلا، يعني هو واخده 3 ايام ولقى نفسه بقى كويس ما كملش الجرعه، لو جاله نفس العرض تاني ما ينفعش يقول انا فاضل لي 7 ايام، لا بيرجع يستخدم الجرعه تاني من اول وجديد كلها، يبتدي يعد تاني من الاول من بدايه الجرعه اللي هي ريباوند فينومينا. الجوندس اللي هي الصفراء دي بتظهر، دي بتظهر مع الناس ان هم بيظهر مع الناس اللي عندهم مشكله في الار بي سيز او مشكله في الار بي سيز. الترانزيميك اسيد ده مفروض برضو، ده السؤال ده لسه جاي قريب، هيقول لك ان هو بياخدوه قبل الخلع ولا بعد الخلع، ولا من قبل الخلع ولا بعد الخلع. المفروض ان هو بيتاخد كمضمضة قبل الخلع، ده بيوقف النزيف أو بيسيطر على النزيف. الأزمة لو حد جاله أزمة أو جاله الربو بياخد 200 مللي جرام هيدروكورتيزون انترافينوس. طب اللي بيجي له أنافلاكتيك شوك بياخد إيه؟ عشان برضو السؤال ده لسه جاي قريب. اللي بيجي له أنافلاكتيك شوك بياخد إيه؟ إيه الدواء الطوارئ بتاع الأنافلاكتيك شوك؟ ابينفرين. ابينفرين قد ايه؟ 60. لا، واحد على 1000، واحد على 1 مللي، واحد على 1000 التركيز انترا ماسكولار، وبيجي كده بالظبط، لان هيجيب لك في الاختيارات يقول لك نص مللي وانترا فينس ولا انترا ماسكولار، واحد على 1000 ولا واحد على 100000، فلازم تحضروا كده 1 مللي جرام، واحد على 1000 انترا ماسكولار. اللوكيميا الناس اللي عندهم سرطان بيبقى عندهم مشكله في كل الحاجات بتاعه الدم. الالاره دي نظريه كده اللي هو بيقول لك ان انت تشتغل قانونيا على قد ما تقدر، يعني انت اتوجدت في مكان معين او في بلد معينه لازم تمشي تبع القواعد بتاعتها او القوانين بتاعتها قانونيا على قد ما نقدر او قانونيا على قد ما نقدر. الاسكوينس سيل كارسينوما، المريض اللي عندهم السرطان بتاع الاسكوينس سيل كارسينوما وخدوا اشعاع وحصل لهم جفاف في الفم، نديهم ايه او نعالجهم بايه؟ اشهر دواء قلنا بيعالج الجفاف بتاع الفم اللي هو البيلوكاربين. طيب احنا عندنا في جهازين بيشغلوا الجسم، في جهاز اسمه السمبثاوي وجهاز اسمه البار سمبثاوي. السمبثاوي ده اللي هو بيسموه جهاز الخطوره او جهاز الاوقات الخطر، زي كلب بيجري ورايا مش عارف ايه، يعني متوتر مرتبك في مشكله، في حاجه فيها مشكله. الجهاز البار سمبثاوي ده اللي بيشتغل في العادي في الطبيعي. السمبثاوي ده بيشتغل بيعمل ايه؟ بيوسع حدقه العين ويزود ضربات القلب ويزود انقباض الاوعيه الدمويه عشان تقدر توصل للعضلات وتضخ اكبر كميه ممكنه من الدم. الباراسمبثاوي اللي هو وانا قاعد عادي، عيني بتبقى عادي ضيقه عادي ويكون عندي ضربات القلب قليله.
الاير ديفيشنسي انيميا اللي هي انيميا الحديد. الانيميا الحديد دي بتعمل الاتروفيك جلوسايتس اللي هو اللسان اكنه مكحوت، وبتقلل حجم الار بي سيز اللي هي بتقلل من كورباسكولار فوليوم، وبتعمل انجلر كلايتس. وخلوا بالكم الانجلر كلايتس دي عشان بتيجي مع حاجات كتير، يعني كانت بتيجي مع البالمر بينزون، كانت بتيجي مع الاير ديفيشنسي انيميا، كانت بتيجي مع الديكريزد فيرتيكال دايمنشن. ممكن يجيب لك كده يقول لك الانجلر كلايتس بتحصل في كل الحاجات دي اكسبت كذا، ويجيب لك الحاجات اللي قلتهم دول ويقوم حاطط معاهم اي حاجه غريبه. المريض اللي في المرحله النهائيه في الكبد او في مشاكل الكبد المفروض بياخد ايه؟ المفروض بياخد فيتامين كي. ليه؟ لان الفيتامين كي بيتصنع، او الناس اللي عندهم الكبد دول بيبقى عندهم مشكله في النزيف، لان كل الحاجات او عوامل التجلط كلها بتنتج في الكبد. العوامل بتاعت التجلط كلها بتنتج في الكبد. معظم او 90% من المسكنات ما ينفعش نديها للحوامل، للستات الحوامل، ولا نديهم الديكلوفيناك، ولا نديهم الاسبرين، ولا نديهم الايبوبروفين. امال ايه هو امن مسكن في الحوامل؟ اللي هو كده قاعده معاكم، امن مسكن في كل حاجه، في الرضاعه، في الحمل، في الكبد، في الكلى، في اي حاجه، هو الاسيتامينوفين اللي هو الباراسيتامول اللي هو البنادول. وامن مضاد حيوي برضه في الحمل، في الرضاعه، في اي حاجه، اللي هو البنسلين او الاموكسيسيلين. الحاجات اللي هي بتكون بتحصل مع الناس اللي عندهم الايدز الكانديدا والانجلر كلايتس، يبقى دي كده حاجه كمان هي بتيجي حاجه بتسبب الانجلر كلايتس والنان هوجيك الليمفوما واللينير اريسيما. البرينيشيس انيميا اللي احنا قلنا عليها بتكبر حجم كرات الدم الحمراء، فبتكون حجم كرات الدم الحمراء ايه؟ ماكروسيتيك، كبيره ماكروسيتيك. طيب في عندنا ثلاث ادويه بيعملوا سيوله او بيعلوا السيوله، وكل واحد فيهم ليه اختبار معين. الوارفارين بنختبره بايه؟ بالاي ان ار، المفروض ما يزيدش عن 3.5. الهيبارين بختبره بايه؟ بختبره بالبي تي تي، البارشل ثرومبوبلاستين تايب. الاسبرين بختبره بايه؟ بختبره بالبليدنج تايب. البيوبسي المفروض بنحطها في ايه؟ البيوبسي ان احنا لو عندنا او لو عندنا اللي هي البيوبسي العاديه، المفروض ان احنا بنحطها في البيوبسي العاديه بنحطها في 10% فورمالين، لكن لو ميونو فلوريسنس بنحطها في السلايم، بنحطها في الملح. الوارفرين قلنا لو لغايه 3.5 تمام، لو احنا قسنا الاي ان ار مريض بياخد الوارفرين وقسنا. بس خدوا بالكم يا جماعه كده برضو عشان في نقطه، الكلام ده كلام الهيئه بس الكلام قديم، تمام؟ الكلام ده كلام الهيئه بس كلام قديم، الكلام ده مش معمول بيه دلوقتي، لان بقى يقولوا ان فرصه او خطوره الاصابه بالسيوله لا تعادل خطورة الإصابة بالجلطات. يعني إيه؟ يعني لا، لو أنا وقفت المريض الدواء السيولة اللي هو بياخده معرض إن هو يحصل له جلطة، معرض بنسبة كبيرة إن هو يحصل له جلطة، خطر الجلطة أعلى بكتير جدا. يعني لو مريض خلعت له وهو بياخد دواء للسيولة ونزف، إيه يعني أكتر ضرر ممكن يحصل؟ ينزف يوم مثلا، تمام عادي، ينزف يومين عادي برضه، لكن لو حصلت له الجلطة ممكن تموته، الجلطة ممكن تموت، أو ممكن على الأقل تقدير تشله، تعمل له شلل. فالكلام ده برضو يعني هي دي معلومة بعيدة عن الامتحان بس ليكم أنتوا، يعني الكلام ده قديم، هو بتاع الهيئة بس قديم، مش معمول بيه دلوقتي، تمام؟ الوارفرين ما ينفعش أديه، إيه الأدوية اللي ما ينفعش أديها مع الوارفرين؟ الأسبرين، لأن كده كده الأسبرين بيعمل سيولة، والنون ستيرويدال اللي هي المسكنات الغير كورتيزونية أو الغير استيرويد، والمترونيدازول لانه بيأثر على الوارفرين، والاريثرومايسين والباربيتيوريتس والاستيرويدز، كل دول ما ينفعش نديهم للمريض اللي بياخد الوارفرين.
البنسلين يعتبر ايه برضه، ما ينفعش نديه مع الورفرين لانه يعتبر انتاجونست. كلمه انتاجونست يعني ايه؟ يعني منافس ليه. اي دواء عشان يعمل التاثير بتاعه بيبقى فيه نظريه كده اسمها المفتاح والقفل، ان كل دواء ليه بروتين معين بيخش فيه زي المفتاح والقفل. البنسلين بيتنافس مع الورفرين على المكان بتاعه، او بيتنافس معاه على المكان اللي هيخش فيه. طب في نوعين عندنا من الانجينا، من الزرحة الصدرية. في زرحة صدرية اسمها استيبل اللي هي المستقرة اللي هي فيها استقرار اللي هي ما فيهاش مشكلة، وفي زرحة صدرية انستيبل اللي هي غير مستقرة اللي هي فيها مشكلة. الاستيبل اللي هي ايه؟ اللي هي المريض عادي طبيعي ما بيظهرش الاعراض بتاعه الزرحه الصدريه بتاعته غير لما يعمل مجهود عنيف او يعمل مجهود بدني شاق او يعمل مشكله كبيره. الزرحه الصدريه الغير مستقره اللي هي بتظهر كده وهو قاعد كده وهو قاعد كده، ودي ما ينفعش معاه النيتروجليسرين، او النيتروجليسرين ما بيأثرش معاه. المريض لو عنده مايوكارديال انفاركشن ما ينفعش نديله نحط له ريتراكشن كورد في ابنفرين، نحط له في اي حاجه تانيه، ولازم واحنا بنعالجه نعمل حاجه اسمها ستريس ريدكشن بريكوشن، اللي هو نقلل له الضغط والتوتر، وممكن نديله حاجه زي البنزودايزيبان، حاجه مهدئه او تقلل الضغط او تقلل التوتر بتاعه. المفروض المريض بيتنفس كم نفس في الدقيقة؟ 25 نفس في الدقيقة. المفروض لو مريض عنده تاكي كارديا، يعني عدد ضربات قلبه بتزيد عن ايه؟ عن قد ايه؟ بتزيد عن 110 ضربة في الدقيقة. اللوجلوايدين ده الصبغة اللي بتقدر تفرق ما بين الخلايا اذا كانت سرطانية وغير سرطانية. وقلنا خدوا بالكم من الصبغات عشان في صبغات كتيره وبتيجي في الامتحان كتير، زي مثلا الصبغه اللي هي بتورينا الكيراتينايز دي جينجيفا اللي هي كان اسمها الشولر بوتاسيوم ايودين، في صبغه اللي هي اللوجلو ايودين دي اللي بتورينا اذا كانت الخليه سرطانيه ولا لا، وجمعوا كده الصبغات عشان برضو بيجي فيها اسئله كتير. فرصة الناس اللي يحصل لهم اندوكاردايتس، انفكتيف اندوكاردايتس مع البروستيك فالف اللي هو الصمامات الصناعية 30%، مع المترال فالف برولابس انهيار الصمام المترالي او ارتجاع الصمام المترالي بتبقى 30% برضه، مع الاورتيك فالف الصمام الاورتي برضه 30%، الكونجينيتال هارت ديزيز اللي هي العيوب الخلقية بتاعة القلب 20%. الكيمو ثيرابي الناس اللي بياخدوا كيماوي المفروض نعمل لهم مضمضه بالكلوركسيدين عشان نقلل التهابات اللثه اللي هي الميوكوسايتس. الليفر سيروزز اللي هو تليف الكبد بيبقى عندهم مشكله في النزيف، في عندهم مشكله في فيتامين كي، عندهم الانجلر كيلايتس يبقى دي كده برضو من ضمن الحاجات اللي هنضيفها على الانجلر كيلايتس، عندهم مشكله في النزيف فبيكون عندهم بتيكي. ايه الفرق ما بين البتيكي والايكيموزيس؟ ايه الفرق ما بين البتيكي والاكتموزز؟ البتيكي تيجي زي النقط والاكيموسيس تكون فلاش زي كأنها كدمة. البتيكي اللي هي زي راس الدبوس صغيرة، الاكيموزز اللي هي بتكون كتلة كبيرة أو حجمها كبير. الناس اللي عندهم مشكلة في فيروس بي، يعني عندهم مشكلة في الكبد باختصار، التحاليل اللي احنا نطلبها من المريض اللي عنده مشكلة في الكبد ونطلب له صورة الدم الكاملة اللي هي الكومبليت بلاد بيكشر، ونطلب له انزيمات الكبد اللي هي الاي ال تي والاي اس تي، ونطلب له البروس رومبن تايم والبليدنج تايم اللي هي النزيف او سرعة النزيف. البكتيريا اللي بتسبب الدايريه او بتعمل دايريه اللي هي كليندامايسين لانه بيعمل السودوميمبرينس كولايتس. الناس اللي بيجي لهم انسولين شوك اللي هي صدمات الانسولين بيكون عندهم ايه؟ عندهم نسبه
السكر في الدم قليلة أو عندهم هايبو جليسيميا. البرنيشيوس أنيميا دي بيكون إيه السبب بتاعها؟ إن في سوء امتصاص لفيتامين بي، وسوء الامتصاص بفيتامين بي ده بيجي من إيه أو بيرجع لإيه؟ بيرجع إن هم عندهم نقص في الانترنسيك فاكتور اللي بيساعد على سرعة امتصاص الفيتامين بي اللي بيحسن عملية امتصاص الفيتامين بي. لو مريض بياخد دواء البايفوسفينات، قلنا الدواء اللي بيعالج هشاشة العظام ده ما ينفعش نخلع له. ليه ما ينفعش نخلع له المريض ده؟ لأن لو خلعت له هيحصل له تعفن في الفم اللي هي الاوستيو نيكروزيس. الامراض الاوتو اميون المناعيه اللي عندنا، الجيوجرين واللوبس والروماتويد ارثرايتس والبيمفيجس، التيومر لايك جينجيفال انلارجمنت اللي بيحصل للستات الحوامل اللي هي البريجنانسي تيومر. تجميعة الحاجات اللي بتحصل في الانجلر كلايتس او الايدز وفيتامين بي واللوس اوف فيرتيكال دايمنشن. الرامسي هانتي سندروم قلنا ده عباره عن بلس بالسي وجاي معاه الفيرزيلا زوستر، جاي معاه نوع من انواع الفيروس اللي هي الهيربس، فبيكون معاه شلل في نص الوجه ومعاه شلل في الموتور في الحركه، يعني شلل في الجزء الحركي وشلل في الجزء الحسي كمان، فبيكون معاه مشكله في نص الوجه او شلل في نص الوجه، زائد معاه ديفنس، معاه صمم او مش بيسمع كويس. الفيوجن هو عملية التصاق سنين ببعض أو سنين يلتحموا مع بعض، فكده هيقول لك عدد الأسنان يقل ولا يزيد؟ يقل، العدد بتاع الأسنان بيقل، لأن في سنتين هيتحسبوا على أساس إن هما سنة واحدة، فهيقل عدد الاسنان. الجيمينيشن بقى اللي هو سنه واحده تتفلق نصين او سنه واحده هيجي يقول لك كده عدد الاسنان يقل ولا يزيد؟ هنا يزيد. لا، هي سنه واحده ومقسومه نصين، هو هي واحده بس ومعموله كده، لكن ما اتفرقتش كده، هي بس بتبقى عاملة كده، فأنت هتعدها إن هي واحدة بالظبط، فالعدد بيكون ثابت. سنة في الجيمينيشن ده مش بتكون سنة كل واحدة بتروح لحالها، لا هو بيبقى أكنها مقسومة، لكن هي هم جنب بعض لازقين في بعض كده، فالعدد بيبقى واحد برضه، فهيكون السنة عدد الأسنان ثابت مش هيتغير، هيكون زي ما هو. طيب الفيوجن والجيمينيشن ده قلنا بيحصل في أنهي مرحلة من مراحل الأسنان؟ اسمه differentiation phase. لا، هي دي كده مشكلة في شرط البدء اللي هي الشارة بتاعت البدء في الانيشيشن، اللي هي الهيستو ديفرنشيشن دي اللي احنا قلنا عليها اللي بيحصل فيها الاميليو جينيسيس امبرفكتا والدينتينو جينيسيس امبرفكتا والحاجات دي. الفيوجن والجيمينيشن دي بتحصل في اشارة البدء، اللي هو زي ما الست كده تيجي تولد، يا بيبقوا اتنين الزايجوت بيتقسم، يا بيبقى اتنين يا بيبقى واحد، هي دي البداية من الأول قبل ما يتشكل ويبقى جنين ويبقى كذا ويبقى كذا، الزايجوت ده نفسه يا بيتقسم اتنين يا بيكمل واحد، هي نفس الفكرة بالظبط، الجنين بتاع السن يا بيتقسم اتنين يا بيكمل واحد. الفازوكونستريكتور بنتجنبه مع الناس اللي هو بياخدوا دايجوكسين، لأن الدايجوكسين ده بيعالج اضطرابات القلب، فعشان ما نزودهمش مشكلة في القلب فبندهمش ابنفرين او الناس اللي بياخدوا ديجوكس. طب لو مريض عنده ديبابليتد اي حاجه، يقول لك في مشكله في اللسان، اللسان فقد عنده بيرنينج سنسيشن، فقد البابيلي، فقد التذوق، نعمل له ايه؟ نعمل له مزرعه او نعمل له اللي هي بيقولوا عليها السيتولوجي اللي هي المسحه. القصه بتاعت الكورتيزون ايه؟ قال لك المريض عنده
ادرينال انسفشنسي او عنده المشكله في انتاج او الغده الكظريه مش بتنتج، الغده الكظريه مش بتنتج، يبقى هندبل له الجرعه. لو المشكله في ان بياخد جرعات قليله او اصلا ما فيش مشكله في الغده الكظريه، يبقى هنديله نفس الجرعه ثابته من غير ما نغيرها. طيب في ادويه اسمها الانتيدوت او الادويه اللي هي بتعكس التاثير، زي ما يقول لك ايه، في دواء بيعلي الضغط، في دواء بيوطي الضغط، في دواء بيزود نسبه السكر، في دواء بيقلل نسبه السكر. كذلك برضه لو انا مريض اديته الهيبارين اللي هو الدواء يعمل سيوله، ولقيته عمال ينزف 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 والدم مش راضي يقف، يبقى اديله دواء يعكس السيوله، اللي هو اديله ايه؟ اديله البروتامين. العكس او العكسي بتاع الهيبارين اللي هو ايه؟ البروتامين. طب لو الوارفرين عشان اديله حاجه توقف الدم، او اللي بيعكس تاثير الوارفرين هو ايه؟ الفيتامين كي. الحالات اللي بتبقى موجوده في القلب ومن حالات الانفكتيف اندوكاردايتس وما بتحتاجش مضاد حيوي، او مريض عنده اسكيميك هارت ديزيز، او عنده مركب ستنت او مركب دعامات، او بيعمل اللي هو جهاز التنفس الصناعي اللي هو السي باج او الكباج. لو انا عايز اشوف الايدز، لو عايز اشوفه بسرعه، او عايز اشوف حاجه، اعمل حاجه اشوف المريض ده عنده ايدز ولا لا بسرعه سريعا، بناخد له مسحه من فمه وبتظهر النتيجه بعد حوالي نص ساعه. لو انا بقى عايز حاجه دقيقه اشوف المريض ده عنده ايدز ولا لا، بس بحاجه دقيقه، بنعمل تحليل اسمه الاليزا، بيقيس عدد البارتكلز او عدد، بيطلع العدد بتاع الدي ان ايه بتاع الفيروس اللي موجود في الدم. الهربس لبياليس اللي هي بيسموها بيقولوا عليها الريكرنت، او ان المريض يجي له هربس وهو صغير ويقعد مستخبي في فمه، وبعد فتره يرجع يظهر تاني او يرجع يعمل ظهور تاني حوالين الفم ويجيب قرح حوالين الفم. البنفكس بلجاريس بيجي فين؟ ممكن يجي في الميكوزا، ممكن يجي في البلد. ركزوا برضو في الحته دي عشان مهمه. لو جاب لك الابر لاترال ولقيت جواه خرم، في جواه فتحه، في جواه حاجه مفتوحه، يبقى ده اسمه ايه؟ دنس انفاجينيت. لو جاب لك اللور فايف ولقيت فيه زي الكثب طالع فيه كده، او حاجه زائده فيه، او حاجه زايده فيه، يبقى دي اسمها دنس ايفاجينيت. يبقى اللي بيجي في الابر لاترال هي الانفاجينيتس، اللي بيجي في اللور فايف اللي هي ايفاجينيتس. النكروتايزنج السريتيف بريدونتايتس دي اللي بتيجي مع الناس اللي عندهم الايدز. البايفوسفينيت قلنا ده دواء بيعالج هشاشه العظام او بيعالج المشاكل بتاعه العظام، بيعالج الاوستيوبروزيز والباجيت ديزيز. المالتيبل ميلوما دي كان ليها شكل موجود، ليها كي وورد مشهوره كده، ايه هي؟ ايه ده دكتور معلش؟ المالتيبل ميلوما دي ليها حاجة كي وورد كده مشهورة. هوني كامب ابيرنس؟ لا، الهوني كامب دي اميلوبلاستوما. المالتيبل ميلوما دي حاجة تانية. قلناها امبارح. البانشد اوت ان هو بتيجي بيحصل لها زي فرقعه كده، او بيحصل لها زي فرقعه اللي هي البانشد اوت. الكلينشنج والبروكزيزم اللي هو الناس اللي بتجزس على اسنانهم بتيجي مع ايه؟ بتيجي مع الناس اللي عندهم المايجرين او الصداع النصفي، الناس اللي عندهم المايجرين او الصداع النصفي. طيب الهايبر سيمنتوزز الاسماء الثانيه بتاعتها بتاعت الهايبر سيمنتوزز هي ايه؟ سيمنتم هايبر بليجيا، زياده السيمنتم،
الجنرالايزد لوس اوف لامينا ديورا، يعني ما تلاقيش لامينا ديورا اللي هو المكان بتاع البريدونتال ليجامنت اللي موجود حوالين السن، ما تلاقيهوش، تلاقيه مختفي. ده بيحصل مع ايه؟ ده بيحصل مع الهايبر باراثيرويديزم اللي هي بيحصل معاها برضو الجراوند جلاس ابيرنس. الديجوكسين اللي احنا قلنا عليه بيعالج اضطرابات القلب، وقلنا ما بنستخدمهوش مع الناس اللي هم ما بنستخدمش معاه الابنفرين او ما بنديش معاه الابنفرين. نيتروس اوكسيد ده اللي بيسموه الغاز الضاحك، او بيقولوا عليه الغاز طريقه التخدير اللي هي بالغاز. ده المفروض ما نعملش الطريقه دي مع الناس اللي عندهم هارت فيلير او عندهم مش فشل في عضله القلب. طب نعمله مع الناس اللي عندهم ازمه؟ عادي هو دايليتر. ايوه نستخدمه مع الناس اللي بالازمه. هيتنفسوا ازاي اصلا وهم عندهم ازمه؟ يعني هياخدوا الغاز ازاي اصلا وهم عندهم ازمه؟ عندهم ديب في الشعب الهوائي اوكي وضحت. ازاي اصلا؟ ما تستخدموش، ما ينفعش اصلا وهم عندهم ازمه، يعني عندهم مشكله اصلا في التنفس، ازاي ادخل لهم حاجه عن طريق التنفس وهم عندهم اصلا مشكله في التنفس؟ الكاليبر ريزيستنت ارتري دي برضو بتيجي الصوره دي كتير في الامتحان، هيجيب لك حد كده قالب شفته والارتري او الفين او الشريان او الوريد اللي موجود اكنه ضخم كده، ضخم كده وبقى تخين، يقول لك ايه دي الكاليبر ريزيستنت ارتري. الباجيت ديزيز ده بيجي كوتون وول ابيرنس، بيجي زي القطن لانه عباره عن ترسيب زياده في العظم، فبيظهر العظم بكتل زياده فبيجي شبه القطن. الانتي اس اس اي والانتي ار او دول برضو مهمين جدا. يبقى كده الشوجرين سندروم عشان نشوفه بنشوفه بالشريمر تيست او باللي هي الانتي بودي اللي هي موجوده، الانتي اس اس اي والانتي ار او. الداون سندروم ده قلنا بيبقى عندهم نسبه التسوس قليل لكن نسبه البريدونتال زايد. ليه نسبه التسوس قليل؟ عشان الاسنان في بينها وبين بعض فراغات كبيره، عشان عندهم سلايفا كتير، عشان عندهم لسان كبير. بيقول لك لو انت خدت عينه من الدم ولقيت عنده الفيريتينين، الفيريتينين اللي هو الحديد، لو لقيت نسبه الحديد قليله ده معناه ايه؟ ده معناه المريض عنده انيميا في الحديد او هيظهر عنده انيميا في الحديد. الابنفرين هي اللي كنت لسه بقول لكم عليها، الابنفرين بنجيب ازاي؟ بندي انترا ماسكولار 1 مللي تركيز 1 على 1000. الانفلاماتوري بابيلر هايبر بليجيا، المريض اللي هو لابس الطقم 24 ساعه ومش بيخلعه وبيظهر عنده بطش بيضاء موجوده في الفم. السيكل سيل انيميا دي ان خلايا الدم تتحول لخلايا منجليه، الخلايا بتاعت الدم تتحول لخلايا منجليه او تبقى شكلها شبه المنجل او شكلها عامل زي المنجل. البلس اوكسيمتري ده اللي بيقيس تركيز الاكسجين في الدم، وده لازم نستخدمه مع المريض اللي عنده انيميا او عنده مشكله في الانيميا. البابلون ليفر سيندروم ده اللي قلنا اللي بيزيد جلد الايد او بيدخن الجلد بتاع الايد. لو واحدة دخنت وهي حامل يحصل إيه؟ يحصل للبيبي كليفت ليب وبلد. دايبيتس لو مريض جات له الأزمة بتاعة السكر، لو هو فايق هديله حاجة مسكرة ياكلها، لو هو مش فايق يبقى هديله أو هعمل له انتراماسكولار جلوكوجون. الميوكاس ميمبرين بنفجوات ده اللي قلنا اللي بيبقى معاه النيكولسكي ساين نيجاتيف، النيكولسكي ساين بيكون نيجاتيف وبيكون سب ايبيثيليال، المشكله سب ايبيثيليال، وطالما هو مرض اوتو اميون يبقى هيتعالج بالكورتيزون. الهايبر سنسيتيفيتي النوع الرابع اللي هي بيسموها الديليد هايبر سنسيتيفيتي، بتظهر بعد يومين لثلاث ايام، وقلنا دي من الخلايا بتاعتها اللي بتظهرها او
مين الاميونوجلوبين بتاع اللي بيظهرها؟ هيموجلوبين جي. لا، الليمفوسايتس النوع الثاني والثالث هو اللي بيبقى اميونوجلوبين جي. الدينتينوجينيسيس امبرفكتا بتظهر بلون امبر، يعني لون اصفر، ودي بتحصل في انهي مرحله من مراحل تكون السن؟ قلنا الانيشيشن هي اللي يتزود السن يتصغر السن، يا تعمل السن اتنين يا تعمل السن واحد. بعد كده مراحل المورفو ديفرنشيشن هي اللي تخليه شكله بيج يا شكله تورو اودونتيزم. بعد كده الهيستو ديفرنشيشن دي اللي يتزود، تعمل دينتينوجينيسيس امبرفكتا، تعمل اميلوجينيسيس امبرفكتا. بعد كده الماتيوريشن والاربشن والبوست اربشن. الكافيرنس ساينس ثرومبوزز ممكن تيجي من تحت العين تبقى انفرا اوربيتال، ممكن تيجي من ورا ضرس العقل اللي هي انفرا تمبرال. الازمه اتاك اللي هو المريض اللي هو بيبقى عنده الازمه بياخد الادرينرجيك او الحاجات الانهيلر اللي هو موسع للشعب الهوائيه. الريكرنت ابسس ستوماتايتس دي برضو طالما ريكرنت، طالما بتتكرر يبقى مشكله في المناعه، يبقى هنعالجها بكورتيزون، نعالجها بكورتيزون. المانجمنت بتاع المريض اللي عنده الايدز واسيمتوماتيك يعني ما عندوش حاجه مؤلمه، لا يبقى مفروض ان احنا لو عنده حاجه الكتيف يعني عنده حاجه ينفع تتاجل المفروض ناجلها. لو عنده حاجه emergency او حاجه ضروريه يبقى خلاص نعالجها له او نعمل له علاج. الاربشن سيست ده السيست اللي بيجي حوالين السن اللبني اللي لسه بيشق او بيعمل عمليه شق. الميتال سيراميك كراون اللي هو بورسلين فيوزد تو ميتال، المفروض السيراميك يكون على الاقل خالص نص ملي. الدينتينوجينيس الامبرفكتا بيظهر السن بلو جراي، الاميلوجينيس الامبرفكتا بيظهر السن يلو براون. الجاردنر سيندروم ده عباره عن مشكله بتيجي، مشكله في المعده. فاكرين الامراض اللي احنا قلنا عليهم؟ في كده امراض قلنا عليها الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هو كان مثلا كرونز ديزيز، بيعمل مشكله في المعده زائد كابل ستون في الشفه. البوز جوجر سندروم بيعمل مشكله في المعده اللي هي الانتستاينال بوليب زائد تلون حوالين الجلد اللي هو اللون البني اللي بيظهر حوالين الجلد. الادزون ديزيز بيعمل مشكله في الادرينال جلاند زائد بيعمل جلد برونزي او بيعمل لون برونزي في الجلد. الجاردنر سندروم بيبقى فيه مشكله في المعده زائد بيبقى عنده اوستيومز، حاجه اسمها اوستيومز، بيجيبوا صوره كده يجيب لك صوره طفل وعنده كتل عظميه موجوده في وجهه وفي راسه، ده اسمه الجاردنر سيندروم. الناس اللي عندهم رينال او عندهم مشكله في الكلى المفروض نتجنب لهم ايه؟ نتجنب لهم الامينو جلايكوسايدز، نتجنب لهم الاسايكلوفار، نتجنب لهم الاسيتامينوفين اللي هو البنادول بس لما يكون بنسبه عاليه او بنسبه كبيره، والاسبرين طبعا والنون ستيرويدال والتتراسايد. بقول لك لو في قرحه موجوده في الفم عندك تستنى عليها قد ايه قبل ما تاخد منها بايوبسي؟ نستنى عليها اسبوعين. لكن لو لقيت قرحه على جانب اللسان وشكلها غريب وحجمها غريب، لا ما استناش الاسبوعين، على طول اعمل بايوبسي لان دي كده فرصتها اكبر. الترانزيميك اسيد اللي هو بيوقف النزيف او بيوقف النزيف ممكن يتاخد، قلنا مضمضه وممكن يتاخد انترا فينس. اكبر كميه نقدر نستخدمها من الابنفرين مع الناس اللي عندهم ضغط او عندهم مشكله في القلب هي 4 من 100. الناس اللي هم العاديين يقدروا ياخدوا ابنفرين قد ايه؟ 2 من 10. لو مريض جاي عنده لوكيميا، عنده سرطان الدم، ولقينا عنده عدد كرات الدم البيضاء قليل جدا، نعمل ايه؟ نعمل استشاره مع الطبيب المعالج بتاعه. الميزيودينس اللي احنا قلنا عليها بتيجي ما بين التو سنترال، دول ممكن تمنع ظهور
السنترال انسايزر او تمنع ظهور الاسنان الدايمه. الادويه اللي بتعالج جفاف الفم اللي هي البيلوكاربين، لو ناس عندهم فيروس سي يعني عندهم مشكله في الكبد المفروض اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم اختبارات بتاعه النزيف اللي هي البروس رومبن تايم والبليزنج تايم. الميتزولام ده من الادويه اللي هي بتعالج الاكتئاب او بتعالج او بيسموها الانتي ديبريسنت، ادويه الاكتئاب. من الاثار الجانبيه بتاعتها ان هي بتزود الاريتابيلتي، بتزود التوتر. طيب الكيسنج ديزيز اللي هو لما يجي يقول لك ايه ما حدش يبوس العيال الصغيره من فمها او يبوس العيال الاطفال الصغيرين من فمهم، لان بيتنقل عن طريق الفم. ايه حاجه اسمها الكيسنج ديزيز؟ الكيسنج ديزيز ده بيجي بفيروس ايه اللي هو الابشتاين بار فيروس. الموس ايتن ابيرنس بيحصل مع ايه؟ بيحصل مع السكوماس سيل كارسينوما مع كرونيك اوستيومالايتس. على الأدوية النفسية؟ لا، هو بيقول هنا الانتي ديبريسنت اللي هي كان الاوبيويد اللي هو كان تبقى قاتله، لو انا اديت انتي ديبريسنت مع الاوبيويد اللي هي المسكنات الافيونيه بتكون فيتال، بتكون قاتله بتموت. طيب الاونيون سكين ابيرنس اللي هو بيجي شبه القشره بتاعت البصل او الحاجه بتيجي شبه القشره بتاعت البصل، ده اللي هو الايوينج ساركوما. الكوتون وول ابيرنس اللي هو شبه القطن او شبه الكتل بتاعه القطن، ده الباجيت ديزيز. والجاردنر سيندروم اللي احنا لسه قايلين عليها اللي بتجيب اوستيومز دي. الناس السؤال ده برضو بيجي كتير، الناس اللي بيبقى وشهم عامل زي الاسد او متضخم العظم بتاعهم شبه الاسد كده، اللايل فيس بيسموها اللايل فيس، اللي هو عظمهم بيكبر بيضخم، فبيكون مع الباجيت ديزيز. الحالات اللي هم عندهم فرصة الإصابة بالإندوكاردايتس عالية ولازم أديهم مضاد حيوي قبل الشغل، لو هم مركبين صمامات أو جالهم انفكتيف إندوكاردايتس قبل كده، أو عندهم عيوب خلقية في القلب اللي هي congenital heart disease. الأكتينومايسيز ده مرض فنجل، مرض فطري، وبيبقى مشهور بإيه أو إيه الحاجة المشهورة بتاعته؟ إن بيجي معاه السلفر جلانيوز أو كتل من السلفر من الكبريت، اشوف تحت الميكروسكوب الاقي فيه كتل سلفر او كتل كبريتيه او جرانيولز من الكبريت. السلفونيوريز ده من الادويه اللي بتعالج الدايبيتس او السكر، من الادويه اللي هي بتعالج السكر او بتستخدم لعلاج السكر. المفروض بيتفاعل مع ايه؟ بيتفاعل مع المسكنات والورفرين والاسبرين. بيقول لك لو في مريض بيستخدم البرونكو دايليتر وجاله الازمه دلوقتي، ازمه الربو، المفروض ان احنا نستخدم له ايه؟ قلنا نستخدم له من نص ملي لواحد ملي تركيز واحد على 1000 انتراماسكولار ابنفرين مع الانهيلر مع البخاخ. البوبنج ده اللي هو بيسموه زي صوت طرقعه الفشار كده، لما اقول لك صوت الفشار وهو بيطرقع ده كده معناه ايه؟ المريض عنده مشكله في مفصل او مشكله في التي ام شي. البوليميا اللي هي ارتجاع العصاره الهضميه او ارتجاع العصارات بتاعه المعده، دي بتاثر على الايه؟ الاجزاء الداخليه من السن، اللينجوال والبلاتال بتاع الابر واللور. البنسلين بيشتغل ازاي؟ بيشتغل البنسلين الاول بكتيريوسايدال ولا بكتيريوستاتيك؟ بكتيريوستاتيك. احنا قلنا يا جماعه كل انواع المضادات الحيويه عندنا كلها بكتيريوسايدال، بتموت البكتيريا ما عدا فقط التتراسايكلين هو اللي بكتيريوستاتيك. كل انواع المضادات بكتيريوسايدال ما عدا فقط التتراسايكلين هو اللي بكتيريوستاتيك. البنسلين بيشتغل ازاي؟
بيشتغل عن طريق ان هو بيوقف السيل وول او بيوقف انتاج السيل وول. ففي مرحله التشكل بتاع السن لو حصل فيها مشكله ممكن ينتج ايه اللي احنا قلنا عليها الشكل البيك شيب او التورو اودونتيزم. المايكرو اورجانيزم اللي هو الحاجه اللي بتيجي من الجلوسايتس اللي هو الالتهاب اللي في منتصف اللسان اللي هي الكانديدا او الفطريات اللي هي الكانديدا. السيرمال بن او اللي بيسموها الهوت بيتزا رول اللي هو لو مريض بياكل بيتزا وسخنه قوي وحرقت له البلد بتظهر بلون متعفن اصفر ابيض. لا الازمه ميديكيشن اللي هو العلاج بتاع الازمه اللي هو الانهيلر قلنا ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل كانديدا او يعمل ارتجاع في العصاره الهضميه ويسبب ايروجن يسبب تاكل في سطح الاسنان. التريسماس اللي هو ان عضلات الفك تشد دي بتيجي مع ايه؟ مع التصلب المتعدد اللي احنا قلنا عليه والباركنزونز اللي هو الشلل الرعاش. المريض اللي بيبقى عنده ازمه ما بياخدش انتي كولينرجيك دراج بياخد كولينرجيك دراج، فالمفروض اتجنب له ايه؟ اتجنب له الانتي كولينرجيك دراج. اكتر سبيسز بتكون خطر في الاصابه بيها السبيسز بتاع الزور اللي هي اللاترال فارنجيال، السبيسز بتاعه الميدياستاينم اللي هي منتصف القفص الصدري، والانتراكرينيال اللي هي داخل المخ او في داخل الجمجمه. الابسس دكتور بس بعد اذنك ذكرني بس بالانتيكولوجينيك دراجز تستخدم ايش كانت؟ احنا قلنا عندنا الادويه اللي هي بتستخدم العضلات الاراديه اللا اراديه اللي هي العضلات اللي احنا مالناش سلطان عليها زي عضلات مثلا المعده، عضلات القلب، عضلات اي عضلات احنا ما بنقدرش نستخدم عليها او مالناش سلطان عليها زي عضلات بتاعت القلب والحاجات دي والمعده والرئه وكده. تمام. السلسر اللي هي القرح، القرح قلنا طالما بقت ريكرنت او بقت تتكرر يبقى تتعالج بكورتيزون. الهيومن بلوما فيروس بيجي معاه السرطان بتاع الزور اللي هو الاورو فارنجيال كانسر. اسم البكتيريا اللي بتسبب السيفلس اللي هو الزهري التريبونيما باليديم. قلنا اكتر سيستم من السيستات بتاعت الفم بيتكرر او بيحصل له تكرر اللي هو الكيراتوسيست الاو كي سي. اشهر سرطان بيجي مع الاطفال او مع العيال الصغيرين اللي هي الهيمنجيوما. الانفكشس مونونوكلوز اللي هو بيسموه التصلب المتوحد او بيقولوا عليه بيسموه كده حاجه كده اللي هو المتوحد او الاحادي اللي هو بيحصل مع الايبشتاين باور فايروس. يبقى كده الايبشتاين باور فايروس كان بينقل الكيسنج ديزيز وبيعمل الانفكشس مونونوكلوزز. الهوجيك الليمفوما ده يعني بيحصل مشكله في السيرفايكال في الغدد بتاعه اللي هي الرقبه. السلفر جرانيولز اللي هي الكبريتيه او القطع الكبريتيه دي بتيجي مع الاكتينومايسز. المريض لو عنده ستروك، عنده جلطه او عنده اسكيميك ارت اتاك المفروض ان هو ما ياخدش او ما يعملش العلاجات بتاعه الاسنان اللي هي الغير مهمه، ما يعملش تنظيف جير، ما يعملش حشوات عاديه، يعمل الحاجات المهمه فقط. وبرده كذلك اللي لسه ناقل كلى او عامل زراعه للكلى. بيقول لك لو في مريض لقيت عنده بليدنج بينزف لكن كل الاختبارات عنده كويسه وكل عدد الصفائح الدمويه وكل حاجه كويسه ممكن يكون عنده ايه؟ ممكن يكون بينزف نتيجه ارتفاع ضغط الدم، ممكن يكون بينزف نتيجه الكاشنج ديزيز. الكاشنج ديزيز ده بيجي من الناس اللي هم بياخدوا كورتيزون زايد او كورتيزون عالي بيسموهم. هيجيب لك صوره كده حد تخين ووشه كبير قوي بيقولوا عليه بيعمل المون فيس وبيعمل البافلو هامب، يعني بيعمل خصر عامل زي خصر البقره، بيعمل خصر البقره. او السكاربي اللي هو مرض الاسكربوت اللي هو بيأثر على جدران الاوعيه الدمويه اللي هو نقصان فيتامين سي. والايلر دانول سيندروم. ليه بنتجنب
الشغل للمريض اللي بيغسل كلى في نفس اليوم اللي بيغسل فيه، لانه بيبقى واخد هيبارين عشان المريض ما ينزفش. الفرق ما بين الانيو جي والستريبتوكوكال جينجيفوستوماتيتس، الاثنين بكتيريال، بس الفرق ما بينهم ان الانيو جي بيبقى معاه نيكروزز، الجينجيفوستوماتيتس ما بيبقاش معاه نيكروزز. التيست او الاختبار اللي احنا بنعمله عشان نشوف الصفائح الدمويه او بيشوف الديس اوردر بتاعت الصفائح الدمويه، اللي هو البليتلت فانكشنال انالايزر، ان احنا نحلل وظائف الصفائح الدمويه. طيب كده يا جماعه، في حد واقف قصاده اي حاجه؟ احنا المفروض بكره هنخلص ان شاء الله الشرح، وان شاء الله من بعد بكره نبتدي الحل باذن الله. في حد كده واقف قصاده اي حاجه يا جماعه؟ بكره ايش باقي لنا دكتور؟ بس الامبريشن ولا الفلورايد؟ الانفكس، الاسكس، الانفكشن كنترول، الامبلانت، الامبريشن، بسيطه يعني كده، مش تقيله يعني. ممكن اصلا كمان نلحق نحل بكره كمان ان شاء الله. طيب الاسئله اللي ارسلتها دكتور في الجروب هذه حقت شهر 8 اللي فات. ان شاء الله. فلو بكره خلصنا بسرعه كده الحاجات اللي هي الصغيره اللي باقيه دي كده، ان شاء الله كده نبتدي في حل الاسئله ان شاء الله، يعني لو خلصنا بكره. يلا، الله، تصبحوا على خير يا جماعه، اشوفكم بكره ان شاء الله.